كل النجوم وكل الفنون فأحلى النجوم وفعاليات مهرجان الفجيرة للفنون. هنكون معاكم وفعاليات جديدة لمهرجان الفجيرة. توفي شلبي ويوميات ساخنة في الفجيرة وسر أكلة الكشري. كشري في الكشري بتاع برضه يا جماعة احنا مسيطرين، خلوا بالكم. روجينا تروج للصناعة الإماراتية. العطر والرش كده كانت فاضية بقى. العطر يا ولد. أحلام أشرف زكي المسرحية لأحمد السعدني وأحمد رزق. هناك تجارب عظيمة جدا بتتعمل. مسرح الدولة قدم حاجات كويسة، المسرح الشباب نفسي اعمل هاملت على المسرح القومي. احنا عايزين نقدم مسرح مش تقليدي. شروط الهام شاهين للقيام بعمل خليجي عشان كل واحد يتكلم بلهجته لان المساله برضو مش سهله. لبلبة تضحي برشاقتها من اجل الطعام الخليجي. بس ده في سمنه يا نوني هيتحط. انا نسيت الموضوع ريجيم خالص، انا باكل اكل هنا. نصير شمه يتذكر العراق في اجواء الفجيره. انا احب مكانات القديمه اللي بيوت بدائيه، احب هاي الجزء اللي هو في اصاله. تاليا البحيري مرعوبه من المسرح. كل ما اجي اعمل مسرحيه ما تطلعش. وقصص اخوان شحاته عن عبد الحليم حافظ. دلوقتي بنعمل قصص مصريه مهضومه لعبد الحليم. جمال سليمان وهاني رمزي في سياره الريحاني وليلى مراد. تسمحي لي بكلمه واحده؟ قولي يا نور العين. بدي اعرف، نفسي اعرف احنا رايحين فين. يا سلام. فقط وحصريا على شاشة المحور واحلى النجوم. انتظرونا. احلى النجوم غدا 11 مساء على شاشة المحور.